السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد شو نشكر كاملين كاملين بخير قبل ما نبداو فيديو مساج دو واحد لايك وتابعونا معنا في العشرين وبارطاجي الفيديو مع كاع عشرينك. اليوم الخوش نشكر رياكسيون على ديستراك ديال ايمن جيمز تاني في العشرين بعد ما ديستراك ديال يوتيوبر. المهم الدراري غنبداو دابا الرياكسيون. ايجل برودكسيون ميكساج كابريم، اشكون شي حاجه واقيلا احسن من يوتيوبر؟ مع يوتيوبر خدمو غير بوحدو، هنايا في الديستراك خدمه لي واقيلا شي بواط برودكسيون، شي حاجه تكون واعره في المونتاج واقيلا. بخوت في لي بلان كليب مصور في الرباط واقيلا مع ديك يو ار الترا عسكري رابع. كلاش السكوزا مع قالي طالع في لي زابو، طالع في لي زابو سكوزا قرب 500,000 ابوني ان شاء الله، الله يكمل عليه. وعلاش لا ايمن جيمز سوا وصل 200,000 ابوني. كملوا امك عامر سبان على سكوزا، قالي كلاشي تيني كاع ما نسيتك، تشهدت القضيه وايمن جيمز عاوتاني رجع بالديستراك ديالو اللي غايكلاشي فيه سكوزا. واقيلا الديستراك كامل عامر كلاش سكوزا. على دي زوري في السكوزا ضحك شي السبرديله، مع كانوا ضحكوا عليه في الديستراك ديال يوتيوبر على ديك السبرديله اللي كان لابس. الفلو زوين بعد الدراري، كيتعاودو كل ايكو في داك التراك على واقيلا ديستراك ديال سكوزا التاني، فاش بقات تتعاود هذيك ديزولي ديزولي واقيلا على هذي. شيري الفلو كاع ما بغاك طلع من نور قاجو من دريكو صافي هانتك جل جراب فنتي تحت التراب جلي بادي ماشي انا كيف جل جراب لي بلون فين تلعبت الكليب واعرين. قال لك خرج من بيتي اشنو بان لك ونعاود شي بكيتي ياك باغي الفيوز انت اللي باغي صاحبك تغامر شوف من تحت فرجع مسامر ما همشيش باقي نستحي عامر كاع ما غادي تدور. المهم الدراري كليب مسروع والله شي شي حاجه واعره حتى تسمع بعد من قال لي بعد من الراب صافي راه ما بغاكش وداك التخربيق ديال الفلو براش داير فيهم راسك هذا على الشياطه فاش كان ناض ديك الوقيته فاش ناض كلاشات ما بين الشياطه وسكوزا، ولكن دابا راه صافي ما كاين حتى حاجه. بغيت كلاشي بميكرو مغبر واقيلا على الصوت في الديستراك ما عرفتش لسان مقدر على تخسر الهضرة زعما مع سكوزا تبقى يخسر الهضرة بزاف شحال هادي دابا مبقاش يخسر الهضرة هادشي ولا ولا مزيان في سكوزا. الله يريكس كامل كله مقدر بحال كتعمر في الكار محتوى تاعك كاع ما طور باقي كيف كان كل اتار كاميرا ما شارب بالشراب كيتسعسع كي صورين في الصداع كاميرا مان على هذاك الديستراك الاول ديال سكوزا فاش في البداية فاش بقات تزعزع الكاميرا قال لي شارف شراب ولا ما شنو مسكين راه كيطلب الشعب منك باغي يهرب صاحبك كنشوفو كان راه جيتو معاه المونتاج الخوش على سميتو على كانوا قالوا لي فيلم وراه مع ما كانش شي مونتاج واعر في داك الديستراك الاول الديستراك الثاني كان مونتاج مفرقع مع ماد بومعز ما حافظش الطراك في الراب ما عندكش الكراك غتسالي في 3 ايام كي الباك غتسالي في 3 ايام كي الباك هذه هي النقطه اللي مزيانه زعما مع الباك شي واحد 3 ايام صافي زعما الفترة ديال سكوزا غتسير في 3 ايام مونتاج فرقة او زعما قال لي زعما الصبر ديال راهو حتى واعر ضارب ايمن جيمز فد المهم الخوش كان هذا هو الديستراك فرقة على الديستراك واعر ولكن الخوش انا فضلت يوتيوبر على الديستراك يوتيوبر الفلو مفرقع كلشي مفرقع هذاك هو ديستراك اللي من بين ديستراكات اللي عجبوني في هذا العام في اللي داروا لي يوتيوبر. المهم الخوت هذا كان كلاش سكوزا وراه ما كايناش شي حاجه راه كانوا تلاقاو فاش داك الفيديو ديال حارث سي اش كان عادي
او تاني ايمن جينز دار شي واحد الفيديو فاش تلاقاو عادي راه مكاينه شي حاجه هادشي غير في يوتيوب هادشي تلاقى كلشي خوش. المهم الخوش كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تنساش نبقى ندير لكم فيديو كل نهار، اما رياكسيون اما تشالنج اما فلوغ اما المهم شي حاجه لايف سير. ما تنساوش الخوش ديروا لايك وتابوناو معانا، يلا بيس.